وتنصب الموازين. الموازين، موازين الأعمال، قد ذكرها الله في القرآن: والوزن يومئذ الحق، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالموازين ثابتة في القرآن، موازين الأعمال، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فإن رجحت حسناته فاز، فاز ونجا وأفلح فلاحا لا شقاء بعده، وإن ثقلت سيئاته فإنه خاب وخسر، خاب وخسر. أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وفي الآية الأخرى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فأمه هاوية، ما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا موقف، موقف هائل، ما تدري يطيش ميزانك ولا يثقل، وسعادك وشقاوك تترتب على هذا، على ميزانك يوم القيامة. فتأهب لهذا، هذا الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان، كما جاء في الحديث: له كفة، له لسان وله كفتان، توضع فيه الأعمال في كفتيه. وهذا من عدل الله جل وعلا بين عباده، لا يظلم أحدا. نعم.